أو في ترندكم نروح للتيك توك. الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السيس يشرف وأشرف على أعمال رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادا لدخول موسم حج هذا العام. المقطع اللي راح نشوفه مشاهدي الكرام واللي انتشر في التيك توك على نطاق واسع حقق أكثر من 8 مليون مشاهدة خلال يومين بس. خلونا نشوف. السلام عليكم. السلام. الله يستر عليك. شكرا القوة القوة شباب. السنة دي طولت عمرك وزعناهم 4 مجموعات. عظيم. حيث كل مجموعة عندها مهمة. يعني ما شاء الله شاكرين للفريق الحقيقة على الجهود العظيمة مهندس سلطان وأمجد والزملاء كلهم والصناع اللي دائما احنا نعتز بهم ونفتخر ويسرنا أن نبارك هذا العمل وندشنه ونطلق إن شاء الله رفع ستار الكعبة لهذا العام للحج عام 1444 سائلين الله لولاة أمرنا عظم المثوبة والجزاء وأن يجزيهم الله خير الجزاء على ما يقدمون للحرمين الشريفين. حقيقة مقطع يستحق أن يصل إلى 8 ملايين مشاهدة وأكثر من ذلك حقيقة بجوار الكعبة وخدمة لضيوف الرحمن والشيخ السيس موجود حقيقة يعني أجواء مميزة في ثنايا هذا المقطع. خلونا نشوف تعليقات الناس في التيك توك. نبدأ بـ AT إيش علق؟ قال الله يحفظكم ويرعاكم والله أنكم طاقة إيجابية الله يرضى عليكم. يا سلام أعطيك لايك يا AT. التغريدة اللي تلت ذلك مشاهدي الكرام والتعليق اللي تلت ذلك من نوال إيش قالت؟ قالت صوت السيس وحدته لا قوة إلا بالله أدام الله عليه الصحة والعافية وهنيئا له بخدمة بيت الله الحرام أسأل الله يهب لأولادي من خدمته نصيب. حقيقة يعني فعلا الشيخ سديس وصوته ونبرة الصوت يعني دائما ما تذكرنا بالأجواء الإيمانية الجميلة. منيف علق على هذا المقطع في التيك توك وقال حفظ الله ولاة الأمر وحفظ الله الشيخ سديس ونسأل الله يثيبهم ويبارك فيهم. والله فعلا يا منيف يعني حقيقة لما نشاهد مثل هذه المقاطع نجد أنه ولاة الأمر حفظهم الله بتوجيه كل العاملين إلى العمل بشكل كبير وتكثيف الجهود لخدمة ضيوف الرحمن. أم أمل علقت على هذا المقطع أو أم مريم قالت تعليقا على هذا المقطع زاد الله بيته تشريفا ومهابة وعز الله خادم البيتين وكل من خدم الحرم وقواكم الله. شكرا لك يا أم مريم ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مشاهدي الكرام.